السلام عليكم إخواني أخواتي في كل مكان. أريد أن أشكركم في البداية لأنني لقد وصلت اليوم أو قناتنا وصلت لستون ألف مشترك في مدة يعني لا تدعوني أن أقول لكم المدة. فالمدة أعزائي الكرام حتى وصلت ستون ألف مشترك فهي تقريبا 10 سنوات أو أكثر، وهذا شيء مؤسف للغاية أعزائي الكرام. التفاعل ضعيف جدا جدا على قناتي، ومع ذلك هناك من يأتي لكي يسب ولكي يشتم ولكي ينتقد المحتوى، حتى ولو أنني يعني أبذل قصارى جهدي لكي أقدم لكم جميع الأخبار الجديدة يوميا. فأنا أنتظر منكم سوى الدعم أعزائي الكرام والاشتراك بالقناة، لأنه أكثر من 75% ممن يشاهدون الفيديوهات على قناتي ليسوا مشتركين. فضلا وليس أمرا اشتركوا وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم إذا كنتم يعني حقا تحبونني كشخص أو كصانع محتوى في هذه القناة. أتمنى منكم دعمي بقوة أعزائي الكرام عبر الضغط على الزر اشتراك، شاركوا الفيديو مع أصدقائكم واضغطوا لايك، وأيضا إذا كنتم تريدون دعم القناة. لدي لكم خبر يعني نوعا ما أو شيئا ما اليوم، خبرين صادمين. الخبر الأول الذي قدمته في المساء وهو حول هواتف سامسونج S22. لقد توقف التحديث من سامسونج لعدة مشاكل، ولكن ربما سيقومون بإصلاحها. والآن لدينا تحديث الوان يو اي 6.1 يصدم مستخدمي هواتف سامسونج. فما هو السبب أعزائي الكرام؟ لنتعرف على كل هذا في هذا الفيديو، تابعوا الفيديو حتى النهاية. بينما ينتظر مستخدمو هواتف سامسونج القديمة تحديثات الوان يو اي 6.1 بفارغ الصبر، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث اتضح أن الوظائف الجديدة الخاصة بتقنية الذكاء الاصطناعي قليلة للغاية. إذن ماذا يقدم هذا التحديث للمستخدمين؟ لماذا لم يتم تطوير هذه الأجهزة بالمزيد من التقنيات الحديثة؟ هذا ما سوف نوضحه لكم من خلال هذا الفيديو. ضجة إعلامية كبيرة أحدثتها سامسونج خلال الفترة الماضية حول تحديث الوان يو اي 6.1 لهواتفها القديمة، والتي جعلت مستخدمي الهواتف القديمة ينتظرون هذه التحديثات بفارغ الصبر. إلا أن خيبة الأمل ظهرت بشكل واضح عندما تم الكشف عن تفاصيل هذه التحديثات، على الرغم من استفادة بعض أنواع الهواتف مثل S21 والS22 وأيضا Z Flip 3 والZ Flip 4، حيث تم تطويرهم بشكل ملحوظ. إلا أن الهواتف القديمة لم تتلقى نفس القدر من التحديثات الخاصة بتقنية الذكاء الاصطناعي. تعتبر الميزة الوحيدة التي أثنى عليها المستخدمون، حيث قالوا أنها الأفضل بين التحديثات الجديدة، كانت سيركل تو سيرش من جوجل، وهي موجودة على هواتف S24 منذ التحديث الجديد، وهي بالفعل مفيدة للغاية، حيث تمكن المستخدمون من البحث عن أشياء داخل محركات البحث بطريقة بسيطة للغاية من خلال رسم دائرة على الشكل المراد البحث عنه. ولكن صراحة بالنسبة لي فهي ليست مشكلة، أيضا حتى جوجل أسيستنت أو لانس أو جوجل لانس فهي أيضا أعزائي الكرام تقدم لنا يعني كل هذه يعني تقدم لنا كل شيء حول إذا كنت تريد معرفة منتج أو شيئا من هذا القبيل. أعزائي الكرام جوجل لانس فهي أيضا موجودة في يعني موجودة في الجاليري الخاصة بجوجل فوتو، سوف تجدونها هناك، لكن سيركل تو سيرش فهي تبقى سهلة للغاية. هنا يمكن الإشارة إلى تلميح قديم قد ذكرته سامسونج عن التحديثات المتوقعة، حيث قالت إن التحديثات الخاصة بهواتفها القديمة سوف يكون تجميليا، ولم يلتفت أحد إلى هذه العبارة. وبالفعل هذا ما حدث تقريبا، حيث إن التحديثات كانت بسيطة للغاية ولم ترضي أغلب مستخدميها. حتى وإن كانت الأسباب التقنية الخاصة بهواتف سامسونج القديمة واضحة لغالبية مستخدميها، والتي منها سعة التخزين والأداء،
إلا أن المستخدمين يعبرون عن عبر المواقع المختلفة عن استيائهم الشديد، وأوضحوا أن الأهم من إنتاج أجهزة جديدة بميزات أكثر حداثة هو تحديث الأجهزة القديمة قدر المستطاع. ومن الواضح أن الجميع لم يفهم جيدا ما نشرته سامسونج حول تحديثات الوان يو اي 6.1 للهواتف القديمة، ويعني تحديثات تقنية للذكاء الاصطناعي تشكل تحديا كبيرا للأجهزة القديمة حتى الآن. إذا كنت من مالكي أجهزة هواتف سامسونج القديمة نسبيا وحالك حال الجميع وتنتظر بفارغ الصبر هذه التحديثات، ننصحك أن تخفف من حماستك وحاول أن تشاركنا تعليقات حول الحلول المقترحة التي يمكن لشركة سامسونج اتباعها حتى تخرج من هذه الورطة إن صح التعبير. فهناك من لم تعجبه هذه التحديثات من سامسونج القادمة من هواتف الاس 24، وهي يعني تحديثات بسيطة جدا وليس الكل. وهناك أيضا من يعاني من المشاكل في هواتف الاس 23 والاس 22، ولكن سامسونج لا زالت حتى هذه الساعة ما زالت تقوم بإصلاح هذه المشاكل. نتمنى أن تقوم بإصلاح كل شيء. وشاركونا زي كرام حول التعليقات، ولا تنسوا دعم القناة. أحبكم، دمتم سالمين، مع السلامة.